في الشأن السوري، سقوط قذيفة في تركيا أطلقت من الجانب السوري من دون أن تسفر عن ضحايا. وفي جدة العاهل السعودي يبحث مع نظيره المغربي في الأزمة السورية. بانتظار أن تتحقق هدنة عيد الأضحى يبقى السوريون رهينة الحرب الدموية. القتال يتطور بين المعارضين والجيش النظامي، ومسلسل إسقاط الطائرات مستمر، إذ أفيد عن إسقاط مروحية قرب معرة النعمان، حيث شن الطيران الحربي السوري غارات جديدة بعدما هاجم المقاتلون المعارضون رتلا للقوات النظامية. وفي محافظة حمص اقتحمت القوات النظامية بلدة جوسي الحدودية بعد أيام من القصف العنيف، في حين أفاد الإعلام الرسمي أن وحدة من القوات المسلحة تقضي على مجموعة إرهابية مسلحة في إدلب. إلى ذلك عززت السلطات السورية الإجراءات الأمنية في محيط المباني الحكومية في دمشق تخوفا من هجمات محتملة. أما في المدينة القديمة في حلب فالدمار يسود، والمقاتلون المعارضون يحاولون الصمود فيما يسعى النظام إلى استعادة الأحياء. وعلى صعيد متصل تدور اشتباكات شبه يومية بين مقاتلين شيعة قريبين بغالبيتهم من حزب الله وآخرين معارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في قرى سورية حدودية مع لبنان، وفق ما أفاد السكان وناشطون وكالة فرانس بريس. في الضغط الدولي اتهم وزير الخارجية الفرنسية لوران فابوس النظام السوري باستخدام قنابل عنقودية، مشيرا أمام ممثلين عن المجالس الثورية السورية لأنه في الأشهر الماضية تجاوز النظام مرحلة جديدة من العنف من خلال لجوئه إلى مقاتلات ميغ ثم إلى إلقاء براميل متفجرات تي أن تي، وأخيرا والأكثر خطورة القنابل العنقودية. من جهة أخرى أكد فابوس أن النظام لم يعد يسيطر على عدد كبير من المناطق السورية. يمكننا اعتبار نصف سوريا محررة بالرغم من أن مناطق أساسية لم تحرر بعد. في المساء العربية حض الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الحكومة السورية وجميع أطراف المعارضة المسلحة على التزام هدنة عيد الأضحى.